جابة ورقة بيضة. على فكرة شفت في فيد إن لو استخدمتي هذا على هادي شو اسمه بيختفي اللون الأخضر. بس أحس بيك. أي. أستون. هي. تربي زيف واحد عاد عندنا وايد. اتوقع هي لانه في ناس يكون عنده مالو شفاف شفاف يعني. ايه مالو مثل شفاف شفاف بس انا شفت نفسهم قلت يلا بجرب بس احس الاسيتون مالها فيه. ما له دخل. خلصت. First time نحن نلتم هني مع بعض على هالطاولة. ما أتوقع. نسوي شيء مشترك. راح. تغير شيء ما أدري. أنا خدعت يعني. زين ما خليتني أجرب بروحي بعدين. ما أتوقع بيضبط ترى. إلا. أنت ما أتوقع. إلا. ما أتوقع. إذا جبت حددي على طول استخدمين هذا. خفخ مو بتبلش استخدم السانيتايزر اللي اصليه ما تبين تعرفين اوكي والله اعرف ريحته نظافه لا بسوي هاي احس مره كواي سوي اللي بدك سوي شيء ثاني برضه مرة ثانية إلا حلو والله لا شوفي حلو مالي أحسه متفاجئ عاد ضفدع في النهاية يا بغيرة أنا اتسباستي ستارت من هني رايك نلعب لعبة وين انتم بهالهدوء؟ شوفي بقول حرف واعطيني كلمة بدون ما تفكري يعني أول شيء في بالي؟ ايه اوكي خردل ليش خردل؟ ما ادري ميم موز اوكي ألف أميرة ها هذا سبونج بوب آه كذا يعني يس yes. أوكي سبونج بوب مصر سبونج بوب بتحدى نفسي توقع خلصت تعبت انا بس شفت الرسمه خلصت شوفي لك التس
تدرين ان قبل كنت اسوي قصص وانا صغيره نفس كذا؟ انا بعد كنت احب اسوي كتب. تدرين كنت اقصص الاوراق بهالطريقه وادبسهن هني، عادي تكون 10 اوراق مثلا، وارسم القصه واكتب تحت القصه. تدري كنت اوزعها على اللي يقربوا لي عشان انه يعني كتاب كذا يقرون. الكاتبه مشكله الرسمه وين؟ ما ادري يا اخي وين ودوهن، اتوقع عقوهن. يا ريت اني عودتها، والله كان نفس مكتبه عندي من كثر الكتب اللي كتبتها. اتوقع عشان كذا احب اكتب. كنت افكر اكتب روايه بسبب الشيء. انا كنت افكر اكتب روايه بس حسيت لا ما في متعه ان انا اكتب الاحلام. انا كتبت روايه اصلا بس بعدين كنسلت، موضوعها طويل وانا كنت عايزانه. كتبتها يمكن يوم كنت 14. اوكي بعد عن الجن. والله كانت حلوه بس كقصه، كروايه يبغي لها احداث وسالفه، احتاج اجمع معلومات وادرس الموضوع عدل بعدين اكتب روايه عشان تطلع احداث قويه. أو فرست ون طلع كيف أحلى من ذا. وين قرأ من التحديد؟ خلصت سويته؟ مع انه اخترب شوي بس اوكي. سوي التأثيرات اللي لا 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 فضل فضل. يلا يلا سوي. ليش تحمسين؟ عشان اسمه الاسمر. اي سمار مو إيه. اسمر لا يقولون اسمر، اغلبهم يقولون اسمر. هذه اسمعني انت تسمعي شيء انا ما اسمع. فعاليات
少し雲行きが怪しくなってきた。불을 붙여주고 성공하잖아요. 한빈 وش اسمها نادين بتصوت حق الممثلة أبو خشم الممثلة اللي لابسة أحمر أنا متأكدة أنها ممثلة والثانية اللي كانت تنكت اللي تقول ها هاللون الأكل مع قميصك هذه بتصوت حق أبو قميصة عرفتوه أنت مثلي لا ها عيا من تحسين بيصوت اللي بتشوفه خلاص هو القوي اللي هو القوي اللي هو القوي صح ولا خطأ صح ولا خطا اللي يقول خطا انا بسمع منه اجابه الجمهور بيغشش Sunshine.